تعالوا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن وجه رساله تحفيز للاعيبه منتخب مصر قبل مواجهه النهارده المرتقبه امام الكاميرون. تعالى كده ناخد اراء جمهورنا على السوشيال ميديا، ونبتدي بمين يا احمد؟ نبتدي من عند زياد بيقول صباح الخير عليك يا احمد، صباح الفل عليك يا نيرفانا، نهاركم ابيض بخطين حمر. رساله اللاعبي منتخبنا هي انهم يلعبوا بكل روح وبكل عزيمه، ويلعبوا بنفس اداء مباراتي كوت ديفوار والمغرب، وانهم ياخدوا بالهم من الاخطاء ويلعبوا باصرار، وانهم يتاهلوا للنهائي، وان شاء الله نكسب، والتوفيق لمنتخبنا، وان شاء الله نكسب البطوله باذن الله. شكرا يا زياد. رودي بتصبح علينا وتقول لازم الفريق كله يبقى عنده روح وعزيمه واصرار على المكسب، وبالتوفيق لمنتخب مصر، وان شاء الله البطوله مصريه. يوسف بيقول صباح الفل عليك يا نيرفانا، صباح الفل عليك يا احمد، احب اقول للاعبي منتخبنا الوطني كونوا كما عهدتونا، كما عهدناكم، وانتوا رجاله وقدها، ونحن واثقين فيكم، وبالروح والاصرار والتركيز داخل المستطيل الاخضر فقط سيكون التاهل من نصيب احفاد الفراعنه ان شاء الله، وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه المعركه الكرويه. دايما منورين الشاشه نيرفانا واحمد، ونتمناها ليله سعيده لينا ولكل المصريين ان شاء الله باذن الله يا يوسف ان شاء الله. بشوي بيقول صباح الفل يا احمد، صباح الفل يا نيرفانا، ونهاركم ابيض بخطين حمر، اقول للعيبه المنتخب الوطني ان انتوا احسن منتخب في البطوله، ان شاء الله مصر بطله افريقيا، ولا يهمكم كلام اتو ولا اي حد، انتوا عديتوا بظروف اكبر من كده، وبقول لصلاح عايزين النجمه الثامنه، وانت قدها يا ابو صلاح، زي ما جبت في مان يونايتد هاتريك هتجيب في الكاميرون هاتريك، ويبقى افتكر كلامي، ربنا معاكم ويوفق منتخبنا العظيم.